هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. اعزائي طلاب الصف الاول المتوسط، نحييكم في درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه. اوبن يور ستودنتس بوك اون بيج 36، صفحه 36، يونت 5، ليسن 2. بيج بيل، بيج بيل، بيل الكبير. ليسن اند ريد، استمع واقرا. ذن ريد ذا انسر، ذن ريد اند انسر، بعدها اقرا واجاوب. The questions على الأسئلة. هنا محادثة، يقول فؤاد and تانيا. فؤاد وتانيا want to learn، want to learn، يرغبون أن يعرفوا about other countries، حول بلدان أخرى. They go to Big Bill's shop، هم ذهبوا إلى محل السيد بيل الكبير. They think he can help them، هم يعتقدوا بأنهم كان يستطيع مساعدتهم. بيل، can you tell us، ممكن أن تخبرنا about other countries، حول بلدان أخرى. please، رجاء. قال لهم my shop can tell you، محلي يمكن أن يخبركم. look at these orange، look at these orange، انظروا إلى هذه البرتقالات. where do they come from، من أين أتت أو من أين جاءت؟ قلت له I don't know، أنا لا أعرف. They come from Lebanon، هي جاءت من لبنان. These apples، هذه التفاحات. Come from France، جاءت من فرنسا. This tea، هذا الشاي. Comes from India، جاء من الهند. هنا سؤال، Where do the apples come from، من أين. Where do the apples come from، من أين جاء التفاح. هنا حسب ما موجود هنا الجواب راح يكون the apples، التفاح. come from، أتى من France، من فرنسا. الصفحة اللي بعدها، have you ever been to India، هل أنت كنت، هل ذهبت إلى الهند. قال له yes I have، نعم فعلت. I went there last year، أنا ذهبت إلى هناك السنة الماضية. قال له what did you do there، ما الذي فعلته هناك. هنا رد عليه قال له I rode an elephant، أنا ركبت الفيل. هنا سؤالين، have you ever been to England، هل أنت فيما مضى ذهبت إلى الهند، إلى إنجلاند، إلى إنجلترا. فالجواب no yes no no، إذا yes الجواب يكون yes I have، وإذا no no I haven't. أيضا have you ever been to Oman، هل أنت فيما مضى ذهبت إلى عمان. أيضا إذا yes yes I have، وإذا no no I haven't. وطبعا هاي المحادثة من المحادثات الجميلة اللي ممكن الطلاب يؤدونها بالصف، وكل من يحفظ دوره يؤدونها لغرض التدريب على استخدام زمن البريزنت بيرفكت، المضارع التام، والباست سمبل، والماضي البسيط. نسوي مراجعة بسيطة لزمن الماضي المضارع التام، وبإمكان الطالب أن يراجع زمن الماضي البسيط في اليونت الأول. هنا حالة يقول المضارع التام present perfect يستخدم لوصف حدث دون ذكر كلمة وعبارة تدل على الماضي، يعني حدث انتهى أو لا زال مستمر لحد هذه اللحظة، يعني ماضي قريب. affirmative الحالة الإثبات تكون بإذا عده شيء اسم مفرد، استخدم هاف زائد تصريف الثالث. وإذا عدي I we you they اسم جمع، نستخدم هاف زائد تصريف الثالث، مثل I have just finished my work، أنا توني أنهيت عملي. النيجاتيف، حالة النيجاتيف، إذا عدي he she it اسم مفرد، استخدم هاز تصير هازنت زائد تصريف الثالث. وإذا عدي I we you they اسم جمع، استخدم هاف تصير هافنت للنفي والتكملة والتصريف الثالث والتكملة. مثلا I haven't done my exams yet، أنا لم أؤدي امتحاني لحد الآن. حالة السؤال، سؤال yes no question، سؤال إجابته yes no، تصير الهاف بالبداية أو الهاز حسب السبجكت، حسب بالفاعل. إذا الفاعل هي شي إت اسم مفرد، استخدم هاز. وإذا الفاعل I we you they، استخدم هاف زائد التصريف الثالث وتكملة وعلامة الاستفهام. مثلا have you ever eaten octopus، هل أنت فيما مضى أكلت الأخطبوط. مثلا الجواب yes أو no، إذا yes أو no نستخدم الضمير زائد إذا سألني بالهاز استخدمها نفسها، وإذا سألني بالهاب استخدمها نفسها. أيضا إذا جواب نو، نو الضمير ضمير الفاعل طبعا،
زائد إذا سألني بالهذا تصير هازنت، وإذا سألني بالهاب تصير هابنت. وهذا النوع نموذج آخر من الجواب. إذا الجواب نو يقول no I have never tried it. هنا نستخدم no I have never. never هنا هي مقارنة نوت مكان ما no I haven't تصير no I have never tried it، تكملة الجملة. سؤال question WH سؤال WH يعني أدوات WH توضع في البداية، ونفس السؤال صيغتي السؤال yes no، فقط أدوات WH توضع قبلهن وبعدها has أو have حسب الفاعل موجود نزاد تصريف الثلاث والتكملة. مثلا how long have you ever how long have you been married، كم طول الفترة اللي كنتم متزوجين. عندنا كلمات وتعابير تأتي مع زمن البريزنت بيرفكت مضارع تام، هي ever never just already yet، ever على طول never أبدا و just تو و already مؤخرا و yet لحد الآن، ذني الصفات أو الكلمات اللي دائما تجي مع هذا الزمن. صيغة السؤال دي تجي على هذا الزمن، مثلا I have just فراغ finish my work، هاي يقول لك سوى present perfect، فتخلي الفعل هنا بزمن present perfect، وطبعا بعد ما تخلي له have أو has حسب الفاعل موجود عندنا. هنا الفاعل I فناخذ have والفينش فعل قياسي يضيف له فقط أيدي، تصير I just have finished my work، أنا توني انهيت عملي. هنا بين قوس not فالجملة لازم تكون منفية، I not do my exams yet، لم أؤدي امتحاناتي لحد الآن. أيضا يقول لك سوى present perfect مضارع تام، صح هو يقول لك سوى present perfect لكن هنا بحالة النفي لأن أكو نوت، فتقول I تأخذ have تصير have not أو haven't، والdo التصريف الثالث مالتها done، I, not, I haven't done my exams yet، أنا لم أؤدي امتحاناتي لحد الآن. نرجع لتمارين activity book listen to exercise A page 54. يقول read page 36، اقرأ صفحة 36 اللي قرأناها، and 37 of your students book لكتاب الطالب، and complete the sentence واكمل الجمل. Where do they come from، من أين أتت هذه. طبعا هذا الحل راح يكون بالشكل التالي، the orange come from Lebanon، البرتقال جاء من لبنان. هنا لبنان الكلمات اللي جواها خط هي الفراغات اللي مليها. The apples التفاح come from France، التفاح جاء من فرنسا. The tea الشاي comes from India، أتى من الهند. طبعا هنا الشاي اسم كمية فيجي على نفس صيغة المفرد يعني نضاف اس على الفعل، لكن هنا الابلز والاورنج جمع فالفعل لا يضاف لاس لان زمن البريزنت بيرفكت مضارع تام، مضارع امس والمضارع بسيط. عندنا التمرين اللي بعد اكسرسايز بي ريد اند كومبيوت، اقرا واكمل ذيس كونفرزيشنز، اقرا واكمل هذه المحادثات، راح يكون حل بالشكل التالي. طبعا العباره اللي جواها خط هي الفراغ النملي. فؤاد بيل فؤاد يقول بيل هاف يو ايفر بين تو انجلاند، هل انت في مضى ذهبت الى انجلترا. الجواب بيل يقول يس اي هاف، نعم انا فعلت. اي وين ذير، انا ذهبت هناك. ذير لاست يير، من السنه الماضيه. فؤاد وات ديد يو دو ذير، ما الذي فعلته الى هناك يا بلال. يا بيل اي جواب يقول اي وين تو ميوزيوم، انا ذهبت الى المتحف. exercise أو تمرين، التمرين اللي بعده 2. ثانية بيل have you ever been to عمان، هل أنت في مضى ذهبت إلى عمان. بيل يجاوب yes I have، نعم أنا فعلت. I went there، أنا ذهبت إلى هناك last month، الشهر الماضي. ثانية what did you do there، ما الذي فعلته إلى هناك. هناك بيل I went to a fort، أنا ذهبت إلى قلعة. وهذا كل ما موجود بدرسنا أعزائي الطلبة، ميت يو نيكست تايم.